لكل من تاجر بشعار تهجير مسيحي الشرق للتذكير فقط إنهم بيننا. أكثر من 2000 عائلة يعاملون على أنهم مقيمون غير شرعيين ولا يحق لهم ما يحق للاجئ أو نازح. الشغل قليل، إذا بيعرفوا فينا بيلقطوه بيحطوه بالسجن. هون ما عندنا لا إقامة لا عندنا حقوق. كمان بالأمم إذا نسجل بالأمم مش كتير بيساعدوا 100% العراقيين. كل أحوال كأنه اضطهاد ثاني، اضطهاد ثاني من الحالة الاقتصادية والمعنوية والدراسية. هؤلاء الأطفال لم تستقبلهم مدارس. أجيت من وراء داعش. أنا ما بدي أرجع العراق، في داعش فما عم بروح المدرسة، ما بين السفر بين الفل على أستراليا ما عم ندرس مدرسة، راحت منا السنة بدنا ندرس كمان إحنا. هؤلاء الأطفال لم تتذكرهم في العيد ولا في غير العيد أي منظمة أممية. من كم شهر لليوم إجا يعني تقريباً شي 3000 4000 شخص. في مدارس الرسمية فتحوا البواب للعراقية، بس السورية ديجا كانوا اخدين المحلات الأكبر ما لقيوا، يعني في كتير ما تسجلوا هالسنة. فقط من المجتمع المدني بسمة ولفتة وبرنامج ترفيهي وهدايا. كل واحد حضر ألعاب ومسرحيات للأولاد حسب أعمارهم مع توزيع هدايا. المجتمع الدولي تناسى مأساتهم، سجلوا مع أهلهم في وثائق الأمم المتحدة وينتظرون ترحيلهم إلى مهجر ما. مقدمين على اللجوء إن شاء الله 13 واحد ناخد صفة لجوء. سجلنا نحن على اليوئين، نظل هوني سنة سنتين شاود هي طلعنا على الخارج، غير حسب ما أي دولة تريدنا يكون عندها فراء. يعني نحن نستقبل أي دولة الكان، بس ما الرجوع على العراق مستحيل، يعني لأن انهارت أعصابنا، يعني ما بقى نتحمل، يعني هاي 3 مرات. إنها قصة مأساة من هجروا لأنهم نون، اقتلعوا من بيوتهم، احتلت أرضهم، وهنا ينتظرون على قارعة مجتمعنا قطار الهجرة إلى المجهول.